التعاقد للمبعثات الملائمة وطنيا واستراتيجيات التنمية الأقل اعتمادا على الكربون وإجراءات القياس والإقرار والتحقق وخطط خفض المبعثات القطاعية وتقارير المساهمات الوطنية. كما تعلمون حضراتكم فقد نتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP21 والذي عقد في باريس نوفمبر 2015 اتفاق عالمي موحد لمواجهة التغيرات المناخية يهدف في الأساس إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وقد وقعت مصر على الاتفاق رسميا في مراسم التوقيع بمقر الأمم المتحدة 22 إبريل 2016 ووافق عليه من مجلس النواب وتم التصديق عليه 29 يونيو 2017 ودخل حيز النفاذ على المستوى الوطني 29 يوليو 2017. وقد ساهم المشروع في استيفاء جمهورية مصر العربية بالتزاماتها تجاه اتفاق باريس والمجتمع الدولي، حيث وقد قام المشروع بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات على المستوى الوطني في معظم القطاعات الوطنية. السيدات والسادة الحضور، لقد قام المشروع بإعداد العديد من الدراسات الفنية التي تهدف إلى حصر وتحديد فرص الخفض الوطنية ودمج مكون خفض الانبعاثات مع الخطط القطاعية والاستراتيجية الدولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالإضافة إلى القطاع الخاص. كما قام من خلال الخبراء الوطنيين بإعداد خطة المساهمات الوطنية لجمهورية مصر العربية والتي تم تقديمها لسكرتارية الاتفاقية الإدارية للتغير المناخ والتي تهدف إلى عرض أهم التحديات على المستوى الوطني وتقييم الفرص الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري وتحديد آليات التنفيذ المطلوبة لمواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني من التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى تقييم التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية. كما قام المشروع بإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات تهدف الدراسة لإعداد سيناريوهات لتخفيف الانبعاثات في الفترة من 2017 إلى 2030 وفقاً لأولويات وخطط مختلفة القطاعات، وكذا دراسة عن بدائل آليات تداول انبعاثات الكربون في مصر وتحديد أفضل البدائل، حيث تقوم الدراسة على تحديد أفضل آليات بديلة لتداول الانبعاثات في مصر وفقاً للظروف الوطنية اقتصادية وبيئية واجتماعية والمتطلبات الرئيسية لإنشاء سوق الكربون في مصر في إطار قانوني ومؤسسي وقدرة فنية، وذلك بالتنسيق مع المساهمين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص. سيدات والسادة، إن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات قد ساهم أيضاً في إعداد دراسات هامة لخطط خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتحديداً في قطاعي صناعة الأسمدة وصناعة الحديد والصلب واللتان تمثلان أكبر القطاعات الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري بجانب صناعة الأسمنت. كما قام المشروع بتنفيذ جهود حثيثة لبناء القدرات ورفع الوعي العام تجاه قضايا التغيرات المناخية بشكل عام وقضايا تخفيف الانبعاثات بشكل خاص، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمختلف الفئات اشتملت على وزارة البيئة وتشويه البيئة والفروع الإقليمية التابعة لها وكذا الوزارات المعنية والإعلام